السلام عليكم الناس ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد الملاقيه اللي كتجي سهله بزاف، كتجي بالعقيق وكتجي حسن من الملاقيه العاديه، وخا هي حتى ما كتاخذش الوقت. كبدايه ان شاء الله غادي نجيبوا الخيط مبرم من ثلاثه ديال الشعرات والابر النمره 7 باش تدخل لينا العقيق. كنثبتوا الخيط بحال هكا، كنجي وحداها كنديروا غريزه اخرى، خيط على ايدينا من الفوق كيف ما كيبان لكم، كنطلعوا كنلوحوا الخيط على ايدينا من تحت. هاد الناقيه ان شاء الله غتجي غير من جوج ديال الغريزات وغتجي بالعقيق. صافي البنات، دابا درنا جوج ديال الغريزات، كتحسبوا من هذه الاولى اللي درنا، ها واحد ها جوج، هذه الثانيه. كنجيو للجهه المقابله ديال الثوب وكنلوحوا الخيط على ايدينا من تحت، كنضربوا في الثوب بحال هكا، كندخلوا من وسط منه وكنديروا عقيده. بالنسبه للبنات هذه الملاقيه تقدروا ديروها ملاقيه في الجلابه كلها، الكمام والكتاف، تقدروا ديروها غير من القدام تجي خفيفه، كتجرب بحال هكا. حتى انا الخيط عندي، هانتوما كتجرب بحال هكا الغرزه، كتلصقوها بحال هكا. من بعد كترجعوا هاد الغرزه الاولى والثانيه، الثانيه اللي قلنا كنشدوا فيها حتى هي. من بعد كنلوحوا الخيط على ايدينا من تحت وكنضربوا في الثوب بحال هكا. كيقولوا لنا عندنا من الثوب من هنا جوج غريزات ومن هنا جوج غريزات، كنرجعوا في هاد جوج غريزات اللي عندنا، كنرجعوا فيهم واحد جوج، كنضربوا في الثوب، كنجيبوا عقيقه، عقيق النمره 3 البنات، هاكا عقيق ديال الزاج باش كيبقى زوين. كندخلوا العقيقه، كننقزوا هاد الغريزه هادي، كنضربوا في اللي حداها، كنضربوا في الثوب، كنجيو جنب العقيقه من هاد الجهه كنديرو غريزه، وجنب العقيقه من الجهه الاخرى وكنديرو غريزه. دابا كنضربو في الثوب، ملي كنكونوا البنات كنخدموا العقيق كنبعدوا الغريزه شويه في الثوب حيت العقيق كيشد لينا واحد شويه ديال، كنضربو جوج غريزات، كنضربو في الثوب، كنرجعوا فيهم، ودابا كنضربوا في الثوب عاوتاني، كنخدموا جوج الغريزات كنطلعوا فيهم. ملي كنطلعوا البنات كنكونوا لاحين الخيط على ايدينا بحال هكا من تحت، كنرجعوا يعني كنخدموا جوج سطوره، عاد كنديروا العقيقه الاخرى، كنمشيو ونرجعوا كنعاودوا ثاني، كنمشيو ونرجعوا، غادا نديروا عقيقه اخرى. انا العقيقه الاخرى ما غاديش نديرها نفس اللون، غادا ندير جوج لوينات نخالف كل مره ندير لون. تقدروا ديروا البنات غير لون واحد على حساب اللي بغيتوا، انا غادي ندير لون اخر ان شاء الله. دابا غنقص البنات هاد الغريزه هادي وغنضرب في هاد الاخرى ونثبت الخيط. بحال هكا، من بعد نضرب في الثوب، ندير غرزه من الخيط من الجهه، غرزه من الجهه الاخرى، كنمشي كنضرب في الثوب، ملي كنضرب في الثوب كنلوح الخيط على يدي بحال هكا من تحت، كنطلع فيها جوج غريزات، واحد جوج، كنضرب في الثوب كنهبط فيها جوج غريزات، واحد جوج، كنمشيو كنرجع وكنعاود ثاني كنمشيو كنرجع، يعني كنفرق بين العقيقه والحقيقه، كنمشيو نرجع جوج المرات، كنطلعو ثاني وكنهبط،
مرة تانية كنطلع وكنهبط. دابا كنضرب في التوب، كنجيب عقيقة. عقيقة هاد المرة غنديرها بحال اللون الأول، غنخالف كل مرة ندير في لون. عقيق نمرة ثلاثة بزوجهم، لا الموف ولا الزرق، نمرة ثلاثة. كندخل عقيقة بحال هكا، كنقص هاد الغرزة هادي وكنضرب في الغرزة الأخرى. كنثبت العقيقة ديالي مزيان، كنلوح الخيط على يدي من تحت، كنضرب في التوب، كنرجع. كنضرب في التوب، ملي كنكون هابطه بحال هكا غادي نهبط في الغريزه. البنات بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوا الاتجاه ديال الخيط، كيكون الخيط مليوح على يدينا بحال هكا من الفوق. وكنهبط دابا، غنضرب في التوب الفوق وغادي نهبط. دابا غادي نجيب عقيقة في اللون الأزرق، ندخلها، نقز هاد الغريزة هادي ونضرب في هادي اللي حداها. كنبقى نستمر بنفس الطريقة، يعني مرة كندير عقيقة في الموف ومرة كنديرها في الزرق. وبالنسبة قلت لكم تقدروا ديروا عقيق لون واحد في الجلابة كلها، في الملاقية كلها، نحسب الذوق ديال الكنيانة اللي كنتو باش تخدموا لروسكم، راه ديروا الذوق اللي بغيتو. اما اللي كنتو غتخدموا للناس، راه الكنيانة هي اللي كتقول لك شنو بغيت. كنبقاو غاديين بنفس الطريقه البنات على طول الملاقيه ديال الجلابه. ولا كنتو غديروها حتى من القدام، جلابه من القدام اللي بغيتو، شي حاجه خفيفه بحال هكا راه كتجي. هذا هو الدرس ديال اليوم البنات، كنتمنى تكونوا فهمتوا، استفدتوا من هذا الفيديو، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.